رأيك في مشاركة الأهلي والزمالك في أفريقيا لحد دلوقتي؟ هو أظن هي فكرة حلوة علشان يعني مصر كلها تساعد بعض في أفريقيا وكده علشان نكسب الكأس. والله هو الأداء مش متوقع زي البطولة الكونفدرالية المرة اللي فاتت، ما كانش الأداء برضو مش كويس، بس نتوقع ربنا يسهل إن شاء الله يكون الأداء أحسن في المباراة اللي جاية إن شاء الله. يعني ساعات بخاف، ساعات بيجع مره واحده كده مش عارف له حل من الاخر ده. هل في لاعب لقيت ان اداؤه في الملعب كان مختلف؟ هو بن شرقي كان المباراه اللي فاتت كان كويس يعني، فربنا يسهل ويكون مستواه كده مستمر في بقيه المباريات ان شاء الله. ايه رايك في مشاركه الاهلي في افريقيا لحد دلوقتي؟ طبعا الاهلي كل الناس عارفه الاهلي واداء الاهلي فريق كبير برضو مش قليل اللي هو على الافريقيا، الاهلي يستاهل اكتر من كده بكتير يعني. الاهلي لا مستواه مع فايلر عامل شكل جديد وشكل حلو، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. هي تكون مواجهه حلوه، بس يعني اكيد في ناس هتلاقي حاجات وحشه فيها وكده. مدرب بيغير اللعيبه كلها ومظبطهم، يعني صراحه الماتش الاهلي بيلعب مباراه حلوه. لا بصراحه كانت كل اللعيبه رجاله ولاعيبه منضبطه وكويسين كلهم يعني الحمد لله، وبالاخص رمضان صبحي يعني.